بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قول الحق أولئك لهم عذاب مهين يصفه بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا، بل من العذاب ما هو تكريم. فإذا عذب الرجل ابنه لأنه خالف شيئا من أوصاف يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم؟ ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لأنه غيران عليه. بدليل من الأولى، إذا ما دخل إنسان فوجد ثلاثة أولاد بيلعبوا ميسر، ابنه وابن جاره ورجل وولد بعيد عنه، على من يقتو أولا؟ على ابنه. إذن هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه؟ التكريم. لا يريد منه أن يكون كذلك. ويمكن ابن جاره يقول له: ليه يا واد عملت كده؟ والتاني ما يسألش عنه خالص. إذن جاء فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. إذن ففيه من العذاب ما هو تكفير وما هو تطهير وما هو تربية وتكريم للمستقبل. إذن وصف الكلمة بالعذاب، إحنا قال من الزمخشري رضي الله عنه قال: الملك يبقى عنده خادم، هذا الخادم فعل شيئا لم يرد سيده، فقال لصاحب الشرطة: خذ هذا الولد وعذبه شوية. فلما يخذ يعذبه، يعلم صاحب الشرطة انه حيرجع تاني لمين؟ للملك. يقول برضه يعني ايه يعذبه عذاب يعني مش مهم مكرم على قد ما هي. لكن اذا علم ان ده قال اطرده وابعده وما عادش يجي الخدمه ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، يبقى العذاب ايه؟ يبقى مره يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب وتريد أن تطهره، ومرة يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وإن كان فيه المهانة إنما مش مبالغة في الإهانة، ومرة يكون عذاب إيه؟ عذاب مهين. ما دام العذاب مهين في ذاته يبقى حيجي أبدية، أبدية الخلود، أبدية الخلود. هنا أخو أخونا المستشار قال إن إحنا في الله وقلنا إن في آية في سورة العنكبوت قدمت الله على الايه؟ على اللعب. ايه الايه بقى بتقول ايه؟ وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله، طب جاب هنا اللهو ليه؟ مع ان اللهو هو ينهي عن مطلوب واللعب لا ينهي عن ايه؟ عن مطلوب. اما قال لك يبقى معناها أن أمور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا، هذا المبلغ إن فيه مطلوب يشغل عنه بغير مطلوب، فكأن المسألة تم الفساد فيها، فتبقى دي أهم من الإيه؟ الأولانية هي الأهم من اللعب. ليه؟ لأن اللعب ما شغلش عن إيه؟ عن غير. يبقى إذا الذي يحزنه يبقى إيه؟ إن الله يبعدني عن طاعة، يبقى هذه بقى تبقى طمة البلوى. وبعدين يجي اللاعب اللي هو ما بيبعدنيش عن ايه؟ عن طاعة. فربنا بيقول ايه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. هات بقى من الناس من يشتري لهو الحديث وإذا تطلع عليه آياتنا، يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ أمر دعوته حتى لمن يعلم عنه أنه ضل في نفسه ويريد أن يضل غيره.
بدليل وجود تتلى عليه آياتنا، برضو بنحنن قلوبهم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني ايه؟ ده عرض كتافه زي ما بيقول. والتولي باستكبار، والاستكبار معناه ايه؟ معناه انه اكبر مما يدعى اليه. نقول له انت دعيت الى حق فاستكبرت، ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ الى باطل لتشتريه، لم تروح الباطل تشتريه. تبقى اذا كان الباطل حتى ما انتش مستغني بيه وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ انت ما عندكش مقومات الكبر، فكيف تستكبر؟ لانك انت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري ايه؟ وبتشتري باطل. معنى الاستكبار ان لما يجي واحد يديك حاجه تستكبر عن ان عندك زيه، ما انت ما عندكش زيه ولا عندك اقل منها كمان، بدليل انك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير ايه؟ في غير محله. والمستكبر دائما انسان في غفلة عن الله. ليه؟ لانه نظر لنسبة نفسه مع غيره من الناس. يمكن يكون عنده مقاومات، لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر. يستحى ان يتكبر. ربنا يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال لله. ليه؟ لأن الكبرياء ده معناه إن إحنا في هذا الكبرياء احتمينا من إننا نكون عبيد لغيره. احتمينا من إننا إيه؟ نكون عبيد لغيره. إذن فكبرياؤه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس الوفيين اللي عندهم فطرة يقول لك ايه؟ اللي ملوش كبير اشتري له كبير، لان ما دام ليا كبير انا يخافون الناس بالنسبه له. كذلك كبرياء ما دام هو متكبر يبقى ما حدش يقدر يرفع راسه، وما دام ما حدش يرفع راسه يبقى الكل ايه؟ الكل سواسيه، سواسيه امام ايه؟ امام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه ايه؟ لصالحنا نحن. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، أن في أذنيه وقرا، ثقل حاجة سد إيه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب أليم. فبشره بالله. ساعة ما تسمع كلمة بشر، وما هي البشارة؟ البشارة أن تخبر بأمر سار لم يأتي زمنه. زي الولد اللي امتحن تقول له انا بشارك ان شاء الله هتنجح، يبقى النجاح امر سار ولا لا؟ انما لسه ما جاش ايه؟ ما جاش زمنه. طب بالله، وقال بشارته تكون بعذاب؟ بعذاب ابدا، ده البشاره تكون بنعيم. امال قال لك لا، ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنة ولا قعدش يذاكر، وبعدين انت رحت شفت النتيجة ولقيته قعد في البيت كده، تقول له بشرك، يقول له ابني افتكر انه ايه؟ نجح. يقول لك سقطت يا حبيبي. ايه النقلة دي؟ بقى نقم من الانبساط الى الانقباض المفاجئ. فلما قال لك بشرك، الولد فهم انه يمكن غلطة نجح، يقول له ايه؟ سقطت يا حبيبي. علشان ما تبقاش تذاكر. الله، هي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش تذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان، فابرقت غمامه، جه برق كده، انفهم ان ايه؟ جاي مطر. كما ابرقت يوما عطاشا غمامه فلما رأوها أقشعت وتجلت، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهم اللي مسك المية وبعدين نزلت من ايه؟ من بين ايه؟ الأصابع. ولذلك يقول لك ما أشر على النفس من الابتداء المطمح يأتي بعده الانتهاء الميئس.
وضربنا لذلك مثل قديم قلنا هاب الواحد معتقد وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه فقال للغير العسكري اللي عليه اديني شربة ميه بس اجي قال له حاضر يا سلام ويروح يجيب الايه كوبايه الميه الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصل وراجل طيب ومش عارف وبعدين جه لحده كده وهيمد ايده ياخدها راح باليهاله على الارض يا ليت من الاول قال له لا انما ابتدا به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مخلصا ونعوذ بالله من القبض بعد البسط فبشره بعذاب اليم فاذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه والى اخره وقال عليه فبشره بعذاب اليم يجي المقابل بقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم جاب المقابل وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن انظر الى اسمع قوله سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم جاب الايه المتقابلات وما دام جاب المتقابلات يقول المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم وبعد ذلك ويفرح بالنغاز من الكفار في انه يكون في جحيم يبقى اجتمع عليه ايه امرين اثنين الامر ان اللي بيجيبه ده واقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيروح الجحيم يبقى عنده حاجتين اثنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان لازم يردفه بالعمل لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية كلمتها إيه إن كنت تنفذ مطلوبها يبقى العمى قيمة للعلم ولذلك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن فايدة الإيمان إيه فايدة الإيمان العمل انما انت مؤمن باشياء واشياء واشياء وما توظفهاش تبقى مريم ما توظفش يبقى ايه ده بقى حج عليك مش حج لك يبقى ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسده خلاص والشيء الصالح ان استطعت ان تزيده صالحا بتطوعات فافعل وان لم تستطع سيبه على ايه لهم جنات النعيم لهم جنات جبهة بالجمع جنات وجنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا كلمة شوف برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر به ورغم انه يدل ويضل غيره برضه رحيم حتى في تناول عذابهم اولا ما جابش في بكى خالدين وهنا جاب ايه خالدين ولا كلمه عذاب قال لهم عذاب انما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجماعه وبعدين قال وعد الله ايه وعد الله حق كلمه الوعد احنا عرفنا انها دائما تاتي بعدة بخير بس من مين ممن يملك الوفاء الوعد ممن يملك ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يردفه بان شاء الله ليه لان ما يمكنش ان يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد يبقى لما يقول ان شاء الله يبقى معناها ان الله لم يشأ يبقى ربنا بيعلمنا ازاي حتى نبقى ايه نبقى منصفين لانفسنا من الناس مش يقول لك انت وعدتني بحاجه وما عملتهاش انما لما قال ان شاء الله ده بقى اثنين ولذلك الايمان بالقدر الايمان بالقدر ده رحم الناس من الناس واحد مثلا طلب منك شيئا مساله تقضيها له وبعدين ما قضيتهاش انت عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه يقول لك ربنا لما يريد الله يبقى دي قدر الله رحم مين رحم الناس من الناس لسه ما جاش معاك ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمل
ثم يؤديه. المؤمن يقول ايه؟ هو القضى مع عباديه. الله ما شاء الله ما شاء الله شاء الله ان يقضيه فاكرمني بانه اتكلم وقت ما المسيح جت. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه؟ عندي لا بي. ساعة ما مدت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه؟ جاء عندي مش بي يعني. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما عرفش. ولذلك لما واحد يقول لي قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول لي ربنا لسه ما عرفش. ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد اللي ما اعتنيت بيك ولا انه ما اضلهكش ولا حاجه لسه ما انقضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الله عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجد وعملك واضح والناس بتشهد لك. وبعدين تلاقي واحد لو عمله واضح ولا اي حاجه بل بالعكس لعبي وده خد منك الدرجه ولا لهف منك المنصب مش كده؟ تقول انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المساله مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيكا يرفع ده يرفعه ويحط ده يرفعه. والا فتبقى لو قال لي مسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفه ما قالوا ده القضايا الكونيه دي ربنا سايبها للناس كده. يقول لا ما سابهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل ان هو يخلف الاشياء. يبقى القضيه العامه لها جمهور كبير، لكن نسيب للقضيه الخاصه اللي تبتر الميكانيكيه منفذ. ازاي مثلا يخلق ما يشاء مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيما. ساعه ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اشمعنى قبلت هبه الله في ان تكون ذكور ولا قبلت هبة الله في ان تكون عقيما؟ ايه الا ايه القسمه الضيقه دي؟ ما دام قبلت دي لازم تقبل دي، دي من دي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لانها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمش عارف ما تعملش عدو. فكان اولا يؤيدوها الى ان جاء الاسلام تحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضه الناس برضه عايزين ايه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المثال ده؟ ده الواحده منكم ما خلفتش ولا ذكر بعد سنه تنجن. ليه؟ طب ده شهاده منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدر في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبه. يهب لمن يشاء اناثا. ما شاء الله يا سيدي. قدمها في الهبه لان فهم الناس اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله. فاذا قدمها في الهبه يهب لمن يشاء اناثا استهلها بالهبه. وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها. يهب لمن يشاء نفسه. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت أربع بنات ولا ثلاثة وخايفة من البيت اللي جاية دي تبقى إيه؟ تبقى بنت. قلت له يمكن لو جبتها وبعدين تلاقيه كده تلاقيه ولد. تبقى تعيش بحصيتها. طب افرض انها بنت، هنفرض انها بنت. والله لو احترمت قدر الله في الانثى
لو ربنا قال لك احترمت قدري سأعطيك على قدري. وبعد ذلك رب البنات كده كويس. وبعدين يجيلهم أربع فرسان أحلام يروحوا متجوزينهم، يجيلوا أربع رجالة لا تعب في تربيتهم ولا منهم تعب في ولادتهم، ويمكن الذكر ابنه حماه ياخده. وجربوها كده شوفوا، أي إنسان يرضى بالأنثى إذا جاءت يقول ربنا رضيت بقدري أعطيك على قدري، وأجيب لك بقى عريس ليه يبقى أطوع لك من ابنك. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل وحصل. احنا قلنا بقى ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدون فيها وعد الله حقا. كلمة حقا دي انك شوف الوعد من مين؟ الوعد ممن يملكه. ولا يوجد اله غيره يقول لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيجيب واحد قال له ده الدليل على ان ربنا ده ملوش شريك انه خلقك. لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالص. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه، وحكيم حين يعد يعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم. ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون. هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله. فقال لك تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة، موجود لم يدعه أحد، محدش من الملح ده ولا من الكفر قال ابدا السماء دي انا خلقتها ابدا، جاب حاجه محدش ايه ادعاها. ولما قال هي مفيش حد خالفها قال لا ده انا اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السماء ومش عارف وبغير عمد ترونها، ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده مقدري ولا مدريش؟ دري بان واحد خد منه خلق السماء والارض كده وسامع هو كده، ولا ما كانش دري يبقى لا نايم على ابنه. ان كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه، فلا دي نافعه ولا دي نافعه. يبقى ما دام قال انا خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي خلق. ولذلك احنا قلنا ما لا شهد الله انه لا اله الا هو، شهد هو شهاده ذات لذات. يقول لك الكلام ده صح؟ وانت تقول يا كافر والعياذ بالله لا مش صح. يقول هو قال لا اله الا هو، فان كان فيه اله ثاني يقول ديني بالكلمه دي ولا ما ادريش؟ ما ادريش يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى اله. طب دري طب ما يجيش له وقال لا ده انا اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل، يبقى اذا صحت الدعوه لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوه لصاحبها الى ان يوجد معارض. احنا قلنا زمان ابقى انكم في مجلس في 20 واحد وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظه نقود، رب البيت ولد حافظه فيها نقود وما فيهاش ورق يثبت هي بتاع مين، فيقول له لابنه او للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم باع له حاجه؟ اسال. فقعد يسالهم يقول لك لا لا ماليش حاجه، الى ان اخترق الباب طارق ودخل واحد قال له والله انا كنت هنا ونسيت حافظه النقود بتاعتي. يقول ان كانوا من 19 سئلوا
وقالوا مش بتاعتني، تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت. طب كم سأل؟ 17 لسه واحد. يقول له طب اسأل ياد فلان. مين يسأل فلان؟ يقول له مش بتاعتي، تبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه؟ إلى أن يظهر مدعي. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا يروحوا يشوفوا ايه اللي خد منهم الكون ده، وخد منهم الناس، وخد منهم الألوهية دي. أو إذا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقولون الإله الأكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو أنا مش حد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. خلق السماوات بغير عمد. أولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحته من هنا إلى وتلف الكون كله تلاقي سماء، تلف الكون كله تلاقي سماء. انت متجه غربا إلى أمريكا سماء، وبعدين مشيت من أمريكا رحت الهنمين وده ولا اسمها هواي، وبعدين اتنقلت لليابان وتدورت جيت كده على استراليا ونزلت مش عارف إيه لحد ما جيت عندنا تاني. لقيت سماء ولا ما لقيتش سماء؟ كلها إيه؟ سماء. وبعدين هل خدرت بعمدان كده مسلحة كده في الطريق كده حتتك؟ إذا خلق السماوات الواسعة اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها أي ترونها بغير عمد كذلك، مش محدش أو بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس أنتم مش شايفين العمد. صحيح. إذا لما يجي يقول الجاذبية نقول له يا أخي ربنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ما يمسك حتى ما يمسكهن إلا الإيه؟ إلا الله. ويعمل باصل جناحاته كده هو ما يمسكهن إلا الله عشان بيقرب له المسافة. إن السماء دي إزاي تتمسك كده؟ يقول لك ما هو الطير أهو اللي أنت شايفه، بتشوف اللي يرفرف كده بيطير، وبعدين يعمل إيه؟ يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش أي حاجة، ما يوقعش. يبقى إذا إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزولا. امسكها بإيه؟ بقانون؟ بس قانون احنا مش شايفين. اهم قال لك الجاذبية ولا مش الجاذبية ولا مش عارف. هم دلوقتي لما كنا عملنا تجربة عشان جاذبية الارض للاشياء، جابوا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفة بتاعت الميزان، وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبة واحدة عشان يبقى ايه؟ مستقيم متوازن، يعني ما فيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد وملوا كوب ميه. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربه دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى الكوب لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت. ما نزلتش الميه. ما نزلتش ايه؟ الميه. ليه ما نزلتش ايه؟ دي بيرد بينك لو كانت الارض عماله تدور كده كانت الميه البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له دوره الارض دي بالميه اللي فيه زي دوره ايه؟ الكوز. إن خففت الحركة شوية نزلوا. ليه؟ أم قال لك لأنه في حاجة اسمها الجاذبية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.